شاء الله. إن شاء الله. نذهب إلى خبر الأسبوع من صحيفة سبق لتقليل انتقال العدوى. وزير الصحة يسأل ماذا تقترحون أن نغير في عاداتنا بعد الجائحة، الله يفكنا منها. وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه الرسمي في تويتر سؤالا مفاده: ماذا تقترحون أن نغير في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى، وذلك بعد انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة؟ هذا الخبر يعني كان في تغريدة لوزير الصحة، ويعني كانت حقيقة أنه من الأشياء التفاعلية الجميلة مع الناس ومع المجتمع. والتعليق عندك دكتور. شوف، جميل أن الوزير يبدأ يقترح. أنا لي عبارة بسيطة، أنه كورونا لم يغير حياتنا بل غير كثير من عاداتنا. نمط الحياة، يعني الحياة مثلا احنا ما غيرنا الاكل لكن غيرنا طريقه الاكل، احنا ما غيرنا التعليم، ما حتى وقف عن التعليم لكن غيرنا طريقه التعليم، فهي تغيير عادات. انا ان شاء الله بديت من الان، وخلال 3 شهور حيطلع لي كتاب عن هدم وبناء العادات. شوف، هذا موضوع مهم جدا جدا جدا، والناس ما التفتت له، انه في العاده تبنيها، لان الانسان هو في الاخير عباره عن عادات. حتى في مثل في الحجاز يقول كل شيء عاده حتى العباده. انت لما تولف انك تصلي الفجر، خلاص بغير ساعة خراشة تروح تقوم تصلي الفجر، لانك تبرمجت. العقل يميل الى تنمية العادات. الان العادات هذه اللي احنا ما قدرنا نكسرها من سنين، من اهمها خلينا نقول لك البوس، والغال في البوس في السلام في الاجتماعات، حب الخشوم، هذه اوكي هي نواياها طيبة، لكنك انت تضر ابوك تضر امك لما انك تقرب الاحتضان منهم بشكل كبير، انت يمكن ما تضمن نفسك انك مريض ولا شيء. فانا اقول اهم شيء انه العادات اللي حنستمر ان شاء الله عليها حتى بعد الكورونا، انه تقنين مسألة الحضن وحب الخشوم بهذا الشكل. السلام يا جماعة. السلام انا اقول لك الحجر الاسود ما في افضل منه. العلماء يقولون ما قدرت تسلم عليه تأشر له من بعيد، سلم علي بعينك ان كان بخلت ايدينك، ولا يعني اشر لي بالمنديل وقال انا ماشي. يعني انت حتى الشعر العربي، ولذلك وزارة الصحة عملوا عيونك تكفي يعني بالضبط. ايه وعيونك تكفي. لا، وحتى خالد الفيصل ايش يقول؟ البارحة يوم انا سلمت شكيت لو عيني تدلك. ايش هي الاغنية جميلة يا اخي غناها محمد عبده البارحة، اذكرها شوي. والله انا يعني موجود مع اللحن والاغنية بس ماني عارف مطلعها. الحين انا اجيبها لان تخاف ذاكرتي قوية، اجيبها وانا اتكلم. الحمد لله. ايضا عندنا عادة ايضا لا تقل عن هذه بايخة، انه لما تكون بعزيمة يدخل واحد، كل شوي يدخل واحد، الناس تقوم له وتتقبله وكذا، وبالتالي يقول ايش احبك ولا علمت البارحة. ايوه مرتاح احبك ولا علمت. البارحة يوم انا سلمت شكيت لو عيني تدل. صحيح مرتاح. ابي 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 ابي, أبي ايش ابي قليلك ولا حصلت. المهم انه الان لما انت تدخل مجالس، انا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام للداخل، نقوم كلنا. انت اول ما تقوم حتسجل تشوت الكاسة الشاهي وتكسر الفصفص وتحط ونكب الشر وما ادري. هذه المعركه اذا كان هذا هو السلام فماذا تكون الحرب كلها التكسير ذا. فانا ودي نستمر بالعاده دي ايضا. طيب. نستمر بتقليص بس خلنا نعنونها دكتور، نقول تقنين السلام او تقنين السلام. إيه؟ ايضا قدر المستطاع. انت مع انها تبقى المصافحه ولا حتى المصافحه تزول؟ والله اول سنه خلينا حتى المصافحه على اساس سلامه الناس. يعني انت الان ايش يضرك لو سلمت؟ ترى في الاخير المحبه في القلب. طيب. يعني المحبه في القلب. وانت ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وانت في مكانك وتصله. اذا احنا خلينا نقلل الاحتكاك الجسدي بقدر المستطاع في السنه الاولى حفاظا على صحتك وصحتي. انا ممكن ولا نقدر، كل واحد يقول يا اخي اللي بيصير الله اللي بيصير اللي كاتب والله بيصير. نعم، بس الله امرنا ايضا باخذ بالاسباب. ثانيا طال عمرك اننا الكماليات اللي تنازلنا عنها ودي نستمر. يعني كان عندنا قناعه انه لازم كل يوم تروح المقهى، لازم كل يوم تروح المطعم، اكتشفنا انه احنا نعيش من غيرها. ايضا ان نعتمد على الطلبات الدليفري اللي توصل البيوت، هذه اختصار فيها للزمن، واحد يروح يركب سيارة لآخر الدنيا. وإذا أنت ده أول شيء أنت رفعت قللت البطالة بحيث أنه هذا اللي يجيب لك ويوديك. إيه؟ هذا شخص أعطيته راتب فأنت حركت في العقل وبنفس الوقت ريحته لأنك ما تقدر تسوي. يعني مثلا خلينا نقول التجمعات دكتور، أنت تقصد أنها تقل؟ تقل التجمعات أيضا. لا، وأيضا اختصار المشاوير، أيضا اختصار المشاوير، أيضا التعليم عن بعد سرعنا. مع أنه أنا لي تحفظ على موضوع الابتدائي لأنه كثير ناس، وإن شاء الله الأسبوع الجاي نطرح
يطرح الموضوع. كثير ناس وصلوني قالوا لي أحمد إنه أولادنا الصغار ما يعرفون يكتبون، أنت مطلوب إنك تعلمهم. أنا لو لي من الأمر شيء على الأقل الابتدائي يكون حضوري وإلزامي لين يتعلمون، وبعد كذا تبدأ أنت كل ما زاد الوعي الطالب كل ما تخليه أونلاين. هذا إحنا نتكلم عن ما بعد الجائحة. ما بعد الجائحة. يعني أنت مع إنه يبقى جزء من التعليم عن بعد حتى بعد الجائحة؟ أقصد للمراحل الغير. نعم كتدريب، لأنه أصلاً الشركات كانت متشددة في موضوع توظيف الناس عن بعد، الحين مع الجائحة وافقوا. أيضاً مع الاستمرار في العناية الشخصية، ودي المعقمات والمطهرات، ترى فيروس مو بس كورونا، ترى الدنيا مليانة جراثيم يا أبو يحيى، مليانة فيروسات، فنستمر. يعني تصور حنا في الجائحة تعلمنا كيف نغسل يدينا، جابوا لنا أمثلة بالصابون الأسود تذكروا يمكن. صحيح. أيوة هذه من الأشياء اللي كذا. أيضاً أدرك الناس أهمية الاختلاء بالذات، ودي نستمر في التأمل، ودي نستمر في المشي، ودي نستمر بتفعيل السطوح، جلسات السطوح، ودي نستمر بالترابط الأسري، ودي أيضا نستمر ترى عادة القراءة عادة أيام الجائحة، عادة الألعاب الاجتماعية، الفعاليات الجماعية اللي بالبيت، تقربوا الناس إلى بعضهم. أنا أعتقد أنه الناس عندهم أفكار كثيرة، وأتمنى هاشتاق الوزير ذا يتنشط والناس تقترح. حنا اقترحنا الآن 20 ويكملوا الباقي، أنا كتبت 100 إيجابية أعطينا منها 20. أيوة جميل، شكرا لك دكتور. وقبل ما اطلع الفاصل بس بلخص لكم، مو العشرين لكن ابرز ما يقترحه الدكتور احمد العرفج بناء على تغريده الوزير اللي يسال فيها ماذا تقترحون ان نغير في عاداتنا بعد الجائحه. يقول ان نغير في عادات السلام ونقننه، ونبتعد كثيرا عن المصافحه على الاقل في السنه الاولى، هذا كما يقول الدكتور العرفج، وايضا نقلل من التجمعات قدر الامكان، ونستمر في حكايه التعليم عن بعد بشكل أو بآخر، وألا نوقف فكرة المعقمات والاهتمام بالنظافة الدائمة لأن الفيروسات دائما تأتي، وسلسلة من الأشياء اللي هو كان ينادي بها أصلا حتى في فترة منع التجول، ألا وهي المحافظة على عادة المشي، القراءة الدائمة، والتأمل.